السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الفرق بين السكوت والصمت. السكوت هو ترك الكلام والحديث لحظيا، ويكون السكوت عن الخير والشر، فلا يجب السكوت عن قول الحق. الإنسان إذا غضب عليه أن يسكت خوفا من قول أشياء يندم عليها لاحقا. مدة السكوت تكون أقصر من الصمت. أما الصمت هو السكوت لمدة طويلة، فالإنسان يصمت عن قول الشر والباطل، وهذا دليل على الأدب والحكمة للشخص وذو مرتبة محترمة ورفيعة. قال النبي عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت. كان النبي عليه السلام طويل الصمت كثير الذكر.